الكاميرا. لا كده تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا حابين نسمع رأيك يا أستاذ أحمد في إزاي إن إحنا نقدر نتصدى لمرض الكورونا الخطير، الوباء اللي بيهدد الناس كلها، وإزاي إن إحنا نقدر نحافظ على صحتنا أو نتصدى ليه أو نقلل من إمكانية حدوث العدوى أو المرض بالمرض الخطير دوت. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أحب أقول لكم إن مرض كورونا ده أو فيروس كورونا هو تافه السنين، بمعنى ان شوية مية سخنة بصابون او اي مطهر المرض مش موجود اصلا خلاص، وطالما وقع انتهى المنظومة الحياتية بتاعته، وهي دورة حياته زي ما قالوا. طبعا منظمة الصحة العالمية قالت ان دورته 14 يوم، هو مش مميت، هو مشكلته في الانتشار بتاعه والتكاثر بتاعه السريع في العدوى بس، انما هو دورة حياته كلها 14 يوم وزيه زي اي دور انفلونزا عادية جدا. طيب نقي نفسنا ازاي واطفالنا وزوجاتنا وبيوتنا من الموضوع ده؟ كترة النظافة زيادة شوية عن المعتاد، والغرغرة بمية وملح وليمون او خل، وتاخد معلقه ليمون صافي زي الدواء كده، معلقه صغيره كانك بتدي لطفل صغير معلقه صغيره. تمام. بتاخدوها على غيار الريق او بعد اي مشروب سخن انت بتاخده، دي بتنزل بتعمل عمليه جلي واباده للمرض. الحاجه بقى اللي هي القنبله بتاعتنا اللي هو قال عليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، الزبيب الأحمر، عليكم بالزبيب الأحمر، فإنه يجلي النفس ويجلي القلب ويجلي الدم ويجلي العين ويجلي جميع أعضاء الجسد. وهي القصة كلها بتاع الكورونا ده في قوة المناعة، إيه اللي بيدي للفعالية بتاعة المناعة في جسمك؟ هو الزبيب. الزبيب ده بيخلي قوة مناعتك جامدة جدا، مفيش ولا كورونا ولا غير كورونا بيحول معاك، وأي حاجة كمان من الفيروسات الغير متعارف عليها الزبيب بيتصدى لها، بس لازم 21 حباية. المفروض 21 حباية زبيب أحمر بالذات دوت مش أبيض. تمام. مع 7 حبات لوز لو أمكن، لوز مش مجروش، لوز بقشره عشان بيكون محتفظ بالزيوت الطيارة بتاعته عشان يديك الإفادة بتاعته مع الزبيب. طب ما فيش اللوز، خلينا في الزبيب. 21 حباية دول كفلين يعملوا كل اللازم، وهو الأنتيبيوتيك بتاعنا اللي جاي الزبيب. والله موفق، وربنا يحمينا ويحميكوا ويحمي أولادنا ويحمي مصر ويحمي الدنيا بها، سواء هنا او بره، وكله ربنا يسترها معاه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام. بس كده، ومتشكرين لحضرتك قوي، وان شاء الله باذن الله نقابلك في حلقات تانية نحاول ان احنا نستفيد من خبراتك يا استاذ احمد. ان شاء الله. ان شاء الله. السلام عليكم. الله. عليكم السلام.